بداية كلش صعبة كانت. مش بدايتك تكفى يا همام، احكي لنا تكفى مع فريق الزومبي ولا الإليت ولا مع مين؟ نبغى نعرف بداياتك مع مين. مو نجاح ورا نجاح يعني، كانت فشل ورا فشل بعدين. والله هي اللي بتجيب النفس هالكلام، أنا أول مرة بشوف لاعب في المقابلات صريح مثلك يا همام. إلى أن طورت من نفسي وبعدين بديت أنجح شوي شوي. باي عائلتي أولا والدي مو وياي بهالشي أكيد، لأنه ما شافك تنجز فأكيد هو ما راح يكون معك أبدا. وكبداية من يعني بدايتي بالإي سبورت كانت كلش صعبة، والدي كان ضد هالشي ودائما هاشتاج 16، فأكيد أنه ما راح يدعموني. يعني شو كنت بتضيع وقت أصلا؟ عائلتي ما متقبلين هالفكرة، لأن يعني شيء جديد يعني، تعرف أنت الجيل القديم من تقول لها هالشيء انه هالفكره اي سبورت وهاي انه قدم بيها وتسافر وتروح مع تيم، ويقول لك هاي ما يقتنع. ولا في حياتك قد تعديت باب بيتكم يعني؟ ولا فريق من اللي انت لعبت معهم قد شفناهم سافروا؟ ما ولا حتى قابلتوا بعض؟ يقول لي عوف هالشيء وروح شوف لك غير شغله. هي موهبه بس ما مقتنع بيها صراحه. انا اتفق معه ابدا، اتفق بس موهبه يعني ممكن يعني. السوبر ويكند ما شفناكم يا فريق رعد، شفنا ان الموضوع ترى احنا فاهمين وعارفين ايش اللي قاعد يصير يا كابتن. يعني ما اعرف شلون يعني ليش الطريقه يعني اللي حاول اقنعه بيها بس ما يقتنع. ولا بتقدر تقنعه اصلا ابدا لانه طبعا راي العائله انت عارف في البدايه يكونون ما هم عارفين الصوره كامله، او بحكم يعني الفرق العمر طبيعي هذا الشيء يعني. أول شيء الله يطول بعمارهم ويخليهم لنا. فبعد ما جلست معهم وفهموا الموضوع من وإلى، وهماهم قالوا وهماهم حطوا وهماهم سووا. تكفى عبد اشرح تكفى. بالعكس هم كانوا الدعم الأول والأخير لي، الله يطول لي بعمارهم. آمين 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 إن شاء الله آمين. داخل ملكي أنا، مدري خطبة ما نبدأ انترفيو. أنا بديت مع اللاعب كثير مننا يعرفه اللي هو ليدر من The Ultimate Team TU. انت عارف اول كنا نلعب كلاسيك حاويات، فانت في اللوبي يجي واحد يجي واحد. ففي يوم من الايام سبحان الله اجتمعنا بلوبي انا وعزوز ليدر، لعبنا مع بعض حبة حبة. جاء قال لي والله يا عبد في نوحد الاسامي، نلعب سكريمات، نلعب بطولات، وش رايك تيجي تنضم معنا نجي نلعب سوا؟ قلت ليش لا، انا ما عندي شيء اسوي، بالعكس يلا توكلنا على الله. فتوكلنا على الله والحمد لله. هذه كانت بداياتي في الاسبورت. صراحه جتني تحديات كثيره. وش التحديات؟ تكفى تكفى التحديات نبغى نعرفها. تكفى نبغى التحديات كلنا. بدايتي كانت مو من مدينه، كنت ساكن محافظه. يعني دح يعني شلون كنت تسافر؟ طيب بالسياره ولا بسكوتر؟ كانت عندي صعوبات في النت، فكان الوالد داعم كبير لي، فقرر انه خليني انقل عند اخوي في المدينه والعب من انترنت يعني يكون افضل. رايهم يعني متقبلين الموضوع، بس انه يكون في توازن بين دراستك والاي سبورت. انا موزن وقتي بتنظيم يعني، فوقت للدراسه ووقت للعب، فما اقدر اكون بشكل مفاجئ العب. انا مستحيل اصدق لاني كل يوم بشوفك الساعه 3 الفجر في التليجرام. والله بالعكس كعائلة. انت اهدى بس انت كل ما تدخل علينا وانت معصب، بس اهدى شوي. شجعوني وقفوا وياي بكل شيء، خصوصا يعني اخواني المتقاربين بالعمر بعمري يعني ساعدوني بهذا الشيء. ابد اول بطولة اللي قلت لك كانت ماليزيا، بي ام سي ماليزيا. اهلي كانوا راضين الفكرة بالبداية، بس اخواني لا، اخواني حاولوا يقنعون ابويا وقنعوا انه اكو هيك شيء واكو يعني بطولات وسفر وهيك سوالف، لان انت تعرف كوميونتي العراقي ما به هيك سوالف. ما صايره قبل انه بطوله اي سبورت تقدر تسافر لها وعلى حساب شركه وما اعرف شنو. فبالبدايه كانوا رافضين رفض تام، الى ان لعبت البطوله وسافرت واديت اداء حلو. من هذاك الوقت الى هذه اللحظه اهلي راضين علي والحمد لله اكبر داعمين اللي هم. يعني اهلي كانوا يقولوا لي عوف اللعبه وتاخذ وقتك ومن الكلام هذا انه تركها. فشوي شوي انا
ظليت مصر على اللعبة. يا حمودي فرط الحركة يا ما انت شلون تثبت الجيروسكوب وانت الان في الانترفيو كذا وكذا وكذا. اهدى اهدى شوي بس شوي. لين قلت لك من اني صغير انا احب الشوتينج العاب الشوتينج. فالمهم استمرت العب اللعبة بعدها انه صاروا يشوفوني اطلع باليوتيوب ومن هالبرامج السوشيال ميديا كلها فصاروا يدعموني. يعني هسه اكثر داعمين لي باللعبة هو والدي ووالدتي. طب هم يعرفون انه رؤوف بيصرخ عليك داخل الجيم ولا لا؟ بالبداية يعني ما كان شيء يدخل عقل. دراستك اهم، دراستك اهم، اترك اللعب وركز بدراسة. بس بعدين بعد ما شافوا الشغل اللي قاعد يسويه، المكاسب من البطولات، خلاص انه سو امشي بطريقك. والحين هم اكبر الداعمين لي. طبعا بالبداية عائلتي يعني ما كانوا موافقين على الفكرة، خصوصا عائلتي دراسية كاملة. فبعد ما صرت أدخل يعني ماديا وللبيت ودخل مادي للبيت ويعني أفكر أطور نفسي وأستثمر نفسي وهاي، صاروا موافقين. حاليا هم جدا موافقين ودعمين. 24 ساعة عند عائلتك لأنه أنت ما تلعب أصلا يا هيكس، يعني سكيت يدعمونك أنك أنت تتابع. بس كان فيه تعارض بالأراء كيف تلعب وتارك وظيفتك، لكن بعدين صار فيه تحفيز وصار فيه تشجيع من الأهل، يعني ظهورنا بالتواصل الاجتماعي، رافعين علم البلاد مثل ما انت شايفه وهو هنا، فصار فيه محفزات غير انه الأهل، صار فيه الجمهور يجي يدخل عليك ويعطيك دافع وحماس انك تستمر وتقدم افضل ما عندك. بهاللحظه مخففين عني، مخففين الضغط. قبل من بدايتي كانت كل الضغوطات علي انه اترك اللعبه، اترك اللعبه، لا تلعب، هاي تضيع وقتك. بس بنفس الوقت انا اطور من لعبي، اطور من ادائي، ويعني ما تقدر تشرح لهم هالشيء، يعني راح يضحكون علي.